السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم معكم مس هبة رجب. النهارده ان شاء الله سنة ستة هنكمل مع بعض يا ولاد شرح منهج الانجليش كونكت 6 من كتاب بيت باي بيت الترم الثاني 2024 طبقا لأحدث تعديلات الوزارة. مكملين يونت 9 الوحدة التاسعة. وات از ذا ستوري، ما هي القصة؟ النهارده معانا اخر درس في الوحدة ليسون 4 الدرس الرابع بيج نمبر 114 صفحة 114. عندنا الرايتنج مهارة الكتابة، ذا اندينج اوف ا ستوري يعني نهاية قصة، نهاية القصة. احنا خدنا قبل كده the beginning of a story، بداية القصة في الدرس الأولاني من الوحدة اللي هي بتاعت أي مسج جين أبوت اللي رسالة فيه زجاجة بتاعت توم والجراند بيرنتس لما كتبوا الزجاجة ورموها ايه ان ذا سي. النهاردة بقى معانا نهاية القصة دي، فاعل ولا الدرس the ending of the story. يلا بينا نشوف المين فوكاب. يا ولاد ادعمونا بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناة ومتابعة صفحة الفيسبوك مس هبة رجب عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. المين فوكاب معانا النهاردة الساحل يعني ذا كوست، كوست ذا كوست ذا كوست ذا كوست. الإبحار سيلينج 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 سيلينج. متحمس اكسايتد 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 اكسايتد. طريق طويل لونج واي لونج واي لونج واي لونج واي. ذا كوست ذا كوست ذا كوست. سيلينج سيلينج سيلينج. اكسايتد اكسايتد اكسايتد. لونج واي لونج واي لونج واي. فرنسا فرانس فرانس فرانس. بيارتيز اللي هي ده بلدة في فرنسا بيارتيز، طبعا هي البي كابيتال عشان دي مدينة والاف كابيتال عشان دي دولة. رد ريبلاي 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 ريبلاي. كم البعد؟ هاو فار هاو فار هاو فار. ذا كوست ذا كوست. سيلينج سيلينج. اكسايتد اكسايتد. لونج واي لونج واي. فرانس فرانس. بيرتز بيرتز. ريبلاي ريبلاي. هاو فار هاو فار هاو فار. كونجيجيشن وفيرب صفات الافعال. عندنا افعال منتظمه ريجولار وافعال ريجولار غير منتظمه. ريبلاي اخرها واي عشان قبلها ساكن احذف الواي ونحط مكانها اي اي دي. ريبلاي ريبلايد يرد ريبلاي ريبلايد ريبلاي ريبلايد. يقرر ديسايد ديسايد ديسايدد اخرها ايه عند فلاي دي. decide decided decide decided. يشعر feel felt feel felt. يجد find found find found find found. ينسى forget forgot forget forgot forget forgot. reply replied reply replied. decide decided decide decided. feel felt feel felt feel felt. find found find found find found. forget forgot forget forgot. مرت سنوات عديدة وكبر يا ولاد توم. many years passed and توم grew up many years passed and توم grew up. مرت سنوات عديدة وكبر توم. we have a reply to our message in a bottle. وصلتنا رسالة على سوري رد على الرسالة في زجاجة. A man in France found the message. رجل في فرنسا وجد الرسالة. This means it traveled over 6,000 kilometers. يعني أن هذه الرسالة سافرت إيه ولات 6,000 كيلومتر. You are very welcome to come and visit me in France one day. برحب بك أن تأتي وتزورني في فرنسا يوما ما. But it's a long way. So let's go by plane. لكنه طريق طويل لذلك دعنا نسافر بالطائرة. 115. Read this ending of the story on page 38. دي يا ولاد كانت نهاية ايه او اخر جملتين اللي احنا خدناهم في القصة صفحة 38. جابهم لك تاني يبدأ بقى اكمل القصة. قال لك many years passed and Tom grew up. مرت سنوات عديدة وكبر يا ولاد توم. He and his grandparents هو أجداده forgot about the message in a bottle. نسوا أمر الرسالة في زجاجة. then بعد ذلك one day في يوم الأيام Tom was working. كان توم يعمل. when granddad عندما الجد إيه sent him a message بعت له رسالة بيقول له إيه توم you won't believe it مش هتصدق اللي هقوله لك. we have a reply to our message in a bottle. وصلتنا وصلنا رد على رسالتنا في الزجاجة. that weekend هذا الأسبوع بقى
توم went to his grandparents' house، ذهب إلى بيت أجداده. A man in France found the message، راجل في فرنسا وجد الإيه الرسالة. said granddad، قال الجد. look انظر. here is his reply، وهذا هو أي رده. from Hugo to Tom، from Hugo to إيه ولاد to Tom. hello Tom، مرحبا توم. my name is Hugo and I live in Pertes France، أنا اسمه هوجو وعايش في مدينة بيارتس في فرنسا. I live on the coast، أنا عايش على ساحل الإيه البحر. and I love sailing by boat، وبحب يا ولاد الإبحار بالقارب. last week، الأسبوع الماضي. I was sailing، كنت أبحر. when I saw something in the water، عندما رأيت شيء في الماء. your message، رسالتك إنها بطل في الزجاجة. this means، ده معناه إن الرسالة it traveled over 6000 kilometers، إنها إيه انتقلت إيه حوالي 6000 كيلومتر. I enjoyed reading about your favorite things، استمتعت بإن أنا أقرأ عن حاجاتك المفضلة. لما توم كان بيقول إن هو بيحب سبيس الفضاء، بيحب أنيمالز الحيوانات، وبيحب الإيه البلو كولر اللون الأزرق، دي الحاجات اللي كان كاتبها. بدأ بقى هوجو ده يتكلم عن الحاجات المفضلة هو كمان. My favorite things are my boat، حاجاتي المفضلة هي إيه قريبي مانجوز والمانجو، and the color green واللون الإيه الأخضر. You are very welcome to come and visit me in France، مرحب بك أن تأتي وتزورني في فرنسا. one day ذات يوم. with best wishes، معاتب الأمنيات هوجو. توم was very excited، توم عجبه الكلام جدا وكان متحمس. واو our message traveled a really long way، الرسالة بتاعتنا سافرت ايه مسافة طويلة جدا. later that evening، في هذا اليوم مؤخرا في المساء. توم was writing something then granddad came into the room، توم كان بيكتب حاجة في غرفته عندما أتى الجد. what are you doing توم، بتعمل ايه يا توم، جده بيسأله. قال له I'm writing to Hugo، أنا بكتب لهوجو. قال له why، لماذا. are you going to visit him، هل سوف تزوره. قال له you and I، أنت وأنا يا جدي are both going to visit him، هنزوره. قال له that's a great idea، دي فكرة حلوة جدا. loved granddad، ضحك الجد. but it's a long way، لكن ده ايه it's a long way، لكن دي مسافة طويلة جدا، يعني الى مدينة فرنسا لدولة فرنسا. so لذلك let's go by plane، لذلك هننزل بايه بالطيارة. جدو عجبته الفكرة جدا، قال له خلاص هنروح، بس ايه هنسافر بالطيارة. 160 116 تدريبات الدرس الرابع. listen and circle the correct answer from A B C or D، اسمع نص الاستماع وبناء عليه اختاري الإجابات الصحيحة من A B C or D. اسمعوا معايا نص الاستماع يا ولاد. نص الاستماع بيقول we enjoy reading stories or watching films to know the important events، نحن نستمتع بقراءة القصص أو مشاهدة الأفلام لكي يا ولاد لكي نعرف الايه الأحداث الهامة. we learn about the characters، نتعلم عن الايه الشخصيات. and they teach us the moral، بنستفيد منهم الايه المغزى بتاع القصة والدرس المستفاد. this moral helps us in our life، هذا المغزى أو الهدف بيساعدنا في حياتنا. good stories should have endings، القصص الجيدة لازم يكون لها نهايات. to tell us what happened، عشان ايه نعرف ايه اللي حدث في النهاية. to the characters، للشخصيات. and how they felt at the end of the story، وكيف كانت ايه مشاعرهم أو شعورهم في نهاية القصة. يقول لك we enjoy not stories، نستمتع playing ولا buying ولا reading ولا singing، طبعا reading stories. the not teach us the moral settings ولا narrators ولا endings ولا events، مين اللي بيعلمونا الايه يا ولاد الناراتور، طبعا ايه مين اللي بيعلمونا المورال للدرس المستفاد، طبعا ايه يا ولاد the characters الشخصيات. المفروض دلوقتي يا ولاد يكون عندي characters في الاجابات ان هم اللي بيعلمونا الايه المورال للدرس المستفاد، طب هي الوقت مش موجوده، ممكن ناخد events اللي هي الاحداث، بس هي الصح المفروض كلمه characters. يكون عندي كلمة كاركترز في الاختيارات هي الإجابة الصح، هما اللي بيعلمونا درس المستفاد من خلال الأحداث. بعد كده good stories should have، القصص الجيدة لازم يكون لها إيه endings نهايات، settings ولا narratives ولا messages، طبعا يكون فيها يا ولاد endings النهاية. ليه the endings النهايات tell us what characters feel at the end of the story، ماذا إيه شعروا في نهاية الإيه القصة.
choose the correct answer from A, B, C, or D. Many years not and Tom grew up. سنوات ايه عديدة وتوم ايه كبرة او نما. walked ولا passed ولا traveled ولا sent. طبعا ايه passed. يبقى مرت سنوات عديدة وتوم نما او كبر. it was a long way. كانت مسافة طويلة جدا. so لذلك let's go by. المسافة طويلة جدا. let's go by. هاي نسافر او نذهب بايه بقى، بايك ولا فوت ولا بلين ولا بوت. طبعا لما المسافة تكون طويلة يا ولاد بنسافر بالايه بالطائرة. how not had the message in a bottle traveled. how ايه يا ولاد بسرع على ايه، الرسالة ايه سافرت او انتقلت ايه، هسرع على المسافة. how big ولا how far ولا how tall ولا how mean. طبعا how far يعني كم المسافة اللي ايه سافرتها ايه الرسالة. قالك حوالي ايه 6000 كيلومتر. I live on the north. أنا عايش إيه؟ So I can see the sea. المكان اللي أنا عايش فيه يا ولاد وأشوف الإيه البحر دايما. farm المزرعة، coast الساحل، village القرية، river النهر. coast ساحل. 117 117. put the words in the correct order to make correct sentence. I love sailing my بوت. بحب الابحار بيا ولاد بقاربي. هو replies to the message. من رد على الرساله. a man in France. رجل في فرنسا. found the message. complete the sentence with the correct form in brackets. عندي كلمات بدل الاقواس عاوز اصلحها يا ولاد، نكتب منها الصحيح. I was sail when I found the message. قعدت when. ماضي بسيط فاضل قبلها ماضي مستمر. other was موجودة فاضل verb I ان جيت بأسئلة نخليها يا أولاد sailing. last week الأسبوع الماضي. Tom goes to his grandparents house. حاجة في الماضي بقى خليها يا أولاد went تبقى ايه Tom went. what is your favorite thing. things أشياء تبقى what are. ما هي أشياءك المفضلة. punctuate with the following. هنعمل H capital. how does it tip بتاعتهم عشان اسماء اشخاص. how does some feel at the end. طبعا كنت الماركة موجوده فانا كده ما عنديش حاجه ناقصه، هي بس ال H اول كلام وال T بتاع التوم عشان دي اسماء اشخاص، ما عنديش حاجه ناقصه تاني في الجمله. ده يا ولاد كان اخر درس معانا في الوحده التاسعه. الفيديو الجاي ان شاء الله معانا حل اختبارات وامتحانات شامله على الوحده من كتاب بيت للصف السادس. ادعمونا بلايك وشير الفيديوهات واشتراك في القناه ومتابعه صفحه الفيسبوك مس هبه رجب علشان يصلكم ان شاء الله كل جديد. بتمنى لكم نجاح بر التوفيق بإذن الله يا ولاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.